الفن مو وسيلة للتعبير فقط، ولكن هو حوار عميق مع الزمن. هذا اللي تؤمن فيه هدى لطفي، الفنانة المصرية. ولدت في 1948 ميلادية في القاهرة. بداية ممارستها للفن كانت بسن مبكرة، واللي يميزها أنها بارعة في أكثر من مجال: رسم، نحت، والفن التركيبي. في الثمانينات هدى أبرزت نفسها كفنانة تستلهم أعمالها من الفنون التقليدية المصرية. Cairo still inspires me. I would like to continue to do art. وأكملت دراستها للدكتوراه الفلسفة في جامعة ميكغل الكندية في عام 1990. استمرت هدى بفنها بعد عودتها إلى عام 2008. وقتها أقامت معرضها الفني باسم مقهى الفيشاوي، واللي جمع رموز ثقافية ودينية بشكل غير مسبوق. هذا المعرض كان نقلة كبيرة بمسيرتها، اللي من بعدها أعمالها أخذت اهتمام أكبر وصارت تنعرض في معارض دولية. لطفي إلى الآن إصرارها على فنها بطابعها الشخصي ما انتهى، وهي اليوم واحدة من رموز الإبداع العربي الحديث.